كم يعيش في الأرض اليوم من فقراء ومساكين وضعفاء ومحتاجون، وكم يعيش في الأرض أيضا من أغنياء وأثرياء. قسم الله عز وجل الرزق بين الناس لحكمة أرادها الله جل وعلا، واختبر هؤلاء بأموالهم وغناهم وثرائهم، واختبر هؤلاء بفقرهم وحاجتهم. أما الغني الذي أعطاه الله عز وجل من رزقه ومن ماله جل وعلا، أعطاه شيئا من الرزق، أخبره إن أنفق جزءا من هذا المال على الفقراء والمساكين فإن له به أجرا عظيما. بل وصف الله عز وجل النفقة في سبيل الله والصدقة لله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أي الحبة ب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال: أنفق بلال، أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله، يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. هل مات أبو بكر جوعا؟ هل مات عطشا؟ هل مات من شدة الفقر؟ لا والله، أنفق في سبيل الله فأخلفه الله عز وجل خيرا. بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إذا أردت هذه الفضيلة فتخيل يا عبد الله أن الصدقة التي تخرجها دينارا أو درهما أو ريالا أو أي عملة كانت، أو مادة عينية أو طعاما أو لباسا، من الذي يقبلها؟ من الذي يتقبلها؟ الله عز وجل يتقبلها بيمينه جل وعلا، الغني الحميد سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه. شفت الفرس الصغير، المهر الصغير، كيف يحافظ الإنسان عليه فيربيه حتى يكبر؟ هكذا يربي الله عز وجل وينمي ويعظم الصدقة. فإذا جاء المؤمن يوم القيامة فإنه يرى حسن صدقاته حسنات جبالا من الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة يوما قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا من أي شيء، مما تحبون، من أموالكم التي تحبونها، من أنفس أموالكم. وكان أحد الصحابة يقال له أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كانت عنده مزرعة، مزرعة اسمها بيرحاء. هذه المزرعة قريبة من مسجد النبي، في قبلة المسجد، وكان النبي أحيانا يخرج من المسجد فيدخلها ويشرب من مائها. طبعا أبو طلحة رضي الله عنه يفرح بهذا، النبي يدخلها.